زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سانتي بالنسبة لليوم مش يكون حديثنا حول الإجراءات الجديدة اللي تم إعلامها من قبل وزارة المرأة حول كراج شروط لفتح رياض الأطفال. هذه اللي كانت أعلنت عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالقرار المؤرخ في 24 جانفي 2022. شنو رأيهم؟ كيفية التعامل مع الكراس هذية؟ هذا وأكثر باش يكون في حوارنا اليوم مع السيدة أحلام كريم رئيس الغرفة الجهوية لرياض الأطفال بالقيروان. مدام أحلام أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. نشكرك على تدخلك معنا. إجراءات جديدة وكأنه كغرفة رفضينا جزئيا على الأقل مدام أحلام. إيه نعم أكيد، لأنه الإجراءات هذه الحقيقة ما خذيتش بعين الاعتبار ولم تراعي يعني الوضع العام اللي إحنا فيه كمؤسسات منتصبة ومستثمرة في قطاع الطفولة وتحتضن فئة معنيها هشة من يعني في الفئة العمرية نتاع الأطفال. فحسينا أنه في كراس الشروط الجديدة ما فماش مرونة، فيها شروط تعجيزية ما فيهاش مراعاة للواقع المعيش وكأنها عقاب لنا. لم يقع استشارتنا والأخذ برأينا، يعني وإحنا اللي نخدمه في القطاع هذا وإحنا اللي نعرفه نقاط الضعف ونقاط القوة، وإحنا الناس اللي قاعدين نمارسوا في هالمهنة هذه وعنا الكفاءة المهنية وعنا من سنين الخبرة اللي يخلينا نقول شنو الشيء اللي يلزمنا وشنو الشيء اللي ما يلزمناش وشنو الشيء اللي ساعدنا وشنو الشيء اللي ما يساعدناش. وين الإشكال؟ وين الإشكال؟ فسلي مدام باش نكونوا بأكثر وضوح ودقة، معناتها وين يعني الإشكال في الإجراءات الجديدة؟ معناتها أول شيء كرات الشروط هذه كأنها مجعولة الناس تعيش في أمريكا أو في ألمانيا أو في فرنسا، أو الناس هذوما اللي في البلدان المتقدمة اللي يرصدوا ميزانيات كبيرة للقطاع هذه وللوزارة الطفولة، معنيها يطالبوا فينا بأشياء غريبة وعجيبة. أشياء كما شنو مثلاً؟ أشياء كيما شو خاطرية كرة الشروط كي هبطت فيها بعض النقاط قالت خاصة ملزمة للناس اللي ناوية تفتح جديدة، منهم حتى كيفاش تحط لونسيني متاعها، منها حتى بعض الإجراءات القانونية واللي هي تصب حسب تبريرها. الفائدة مش في هذية، الفائدة في أنه هل أنه الوزارة، هل أنه الدولة حضرت روحها من الجوانب بتاع التكوين بتاع الإطارات، الجوانب بتاع معنيها الرسكلة، الجوانب بتاع يعني فما برشا حاجات قبل إحنا ما نعملوا مشروع بتاع كراس شروط جديد، فما أرضية، فما حاجات تسبق هذا البناء، ما نجموش نبنيو على حاجات ماهيش يعني ماهيش قوية، على أرضية ماهيش قوية. إحنا اليوم نراو في الجائحة متاع الكورونا ونشوفوا في المؤسسات اللي سكرت ونشوفوا في الظروف اللي قاعدة تحف بالمؤسسات. مدام خلينا نمشي معك عمليا، مدام خلينا نمشي معك عمليا أكثر منك ميساج. حسب نص اللي كانت نشرته وزارة المرأة تقول لك سألت أن تطبق أحكام كرة الشروط الجديدة على الباعثين المنتصبين قبل صدورها فيما يتعلق ب أعطت أجل متاع عام. دقيقة أي ميساج. باش معنيها القدم يداركوا ويعني معنيها تولي تنطبق عليهم الشروط. أول شيء ثاني حاجة يعني رياض كراس الشروط هذه جديدة قاعدة تمشي في منهج وطريق الجودة، تحب تحقق الجودة برياض الأطفال، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي وغير ممكن في الظروف هذه الاقتصادية والسياسية والمناخ مدام. نعم. المناخ السياسي ما نعرفش كيف باش ياثر على محض معناتها في وسط لك الصغيرات، اما خلينا نمشي معك من النقاط. علاش قلت لك خلينا نحكي على بعض النقاط باش نكونوا عمليين حتى في حوارنا. تقول لك معدل التاطير اطار تربوي لكل 20 طفل بالنسبه للاطفال اللي تراوح اعمارهم من 3 و6. هذايا ما فهمتش انا اليوم وين مشي نجم ياثر سلبا معناتها على انه كل 20 طفل يكون عندهم مؤطر. هذه من الأنشطة والبرامج الصيفية
تخضع الى الموافقه المسبقه من المصالح الجهويه. هذا في اطار تاطير العمل نتاعكم. يشترط في شخص الطبيعي الراغب في فتح روضه اطفال ان يكون متمتعا بحقوق المدنيه والسياسيه ولم يتم تتبعه من اجل جنايه. ب شهاده طبيه تثبت السلامه العقليه والبدنيه والخلو من الامراض المعديه تسلم من المؤسسات الصحيه العموميه للمدير والاطارات واعوان الخدمات. نعم. التو منع تركيز جهاز التلفاز بفضاء الروضه، خاطر ما نحبش انا ولدي زاد نحطه قدام التلفزه وننساه ست سوايع يعني ولا اربع سوايع. وجوبيه تركيز اجهزه مراقبه بصريه بالمدخل الرئيسي وفضاءات الاستقبال والاروقه. الزاميه قبول الاطفال ذوي الاعاقه والحاملين الاضطرابات السلوكيه بعد تقديم تقرير طبي. دونك انا اليوم ما فهمتش وين معناتها الضرر معناتها اللي نجم يكون مضر معناتها. به الضرر في كونه مثلا في كراس الشروط القديم كان عندنا فصل ينص على انه تبعد روضه على روضه اخرى مسافه 200 متر اشعاعي او نقولوا احنا فولد وازو هي انت معناها اليوم باش تولي روضه تجي تنتصب بحذا روضه في الحيط نتاعها وهذا منافسه تولي معناها غير شرعيه وفيها مشاكل وحتى اخلاقيا وقانونيا ما تجيش معناها فيها فيها عدم ما نعرفش عدم اخلاق يعني انت تنتصب هنا والاخرى تنتصب هناك روضه اخرى ما يجيش لازم يكون فما مسافه فاصله كما فما في برشا مؤسسات كما الصيدليات وغيره 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 هذا الشيء بالنسبه للبرامج يطلب منك كونك معناها تعملها قبل بعام وتقدمها يعني المصالح المختصة في المندوبيات به وهذا الأحسن كونه يكون ونرتقي إحنا بالتجربة كونه السيد المتفقد أو السيد المرشد البيداغوجي وقت اللي يجي في الزيارة متاعه باش يتابعك وباش ييسر لك وباش يعني يفهمك ويعلمك فالوقت هذيك يعني يطلع على البرامج والمشاريع التربوية اللي يعني أعدتها المدير وقتها يتعرف عليها ويقيم عليها الأداء في نفس الوقت ممكن يخوه فكرة مدام كي ياخذ فكره هو من قبل على البرنامج ينجم يكون عنده فكره مسبقه ويعرف على شنو جايكم على شنو النقاط اللي باش تقيم البرامج بصفه عامه راهي موجوده ومعروفه احنا عندنا دليل بيداغوجي يعني نخدموا به وموجود في كل روضه نعرفوا احنا شنو نخدموا في المجالات وفي المشاريع التربويه نتاعنا يعني كل شيء موجود مدام كراي سامحني ثم تم مراجع جديده خدمنا احنا مع كنا خدمنا في جام في 2021 معناها برنامج كامل متعلق بالتجهيزات ومتعلق بالامور الصحيه ومتعلق بالامور البيداغوجيه هذا الكل احنا ما اطلعناش عليه صحيح عملنا يعني جلسات صحيح لكن معظم الناس احنا معناها الرئيسات ربما عندنا اطلاع على بعض الاشياء من البرنامج هذا اللي عملته الوزاره ووزاره المراه واليونيسيف وحضرنا لكن هذا ما تعممش على الناس الكل لازم يكون فما تكوين اذا كان كراس الشروط تطلب منك كونك تدمج المعاقين وتعمل لهم ايه مو هذه يا مدام يا مدام ايه ما هو هذه زاد ايش خاصه لازم تكوين ولازم مدام كرام ايه التكوين اللي باش نعملوه ما هو زاد اللي باش يحل زاد اليوم راضه اطفال باش نعطيها كالصغيرات هو يزيد يصرف شويه على الكاليتي وجوده الاطارات العامل هو يمشي يوفر لهم التكوين المناسب زاد ينجم يمشي اليوم تقدموا مطلب كوزاره لوزاره المراه تقولوا نحبوا في اطار دمج اصحاب الاعاقات ولا الاشكاليات اللي عندهم البدنيه او الذهنيه ويجي غنقدموا بعض اليوم خاطر في نفس الاطار تقول لك معلى وزاره المراه تقول لك الاجراءات خذيناهم جراء شد معايا مدامه التدني النسبي لمستوى الخدمات التربويه المقدمه برياض الاطفال لعدم تخصص الاطارات المباشره للاطفال حيث انه حوالي 50% من الاطارات المتواجده بهذه المؤسسات لم تتلقى تكوينا خصوصيا في اليات التعامل مع الاطفال دون سن المدرسه واليات التنشيط التربوي. اثنين انتشار نتفاعل معاك في النقطه هذه سيدي كونه احنا تولينا خمسه او ست سنوات ملي الوزاره
نتاع المرأة والأسرة والطفولة تعاقدت وعملت اتفاقية شراكة مع وزارة التكوين المهني، و يعني قامت هيكل التكوين الخاص بإحداث اختصاص البي تي اس والبي تي بي اللي هو نتاع يبعث الكل يخدم يعني احنا مرضوا 6 سنوات توا الناس اللي دخلت وتباشر في هي ناس مختصة معناتها غلط الرقم في هذا الاختصاص مدام كراي، معناتها غلط الرقم اللي قدمته الوزارة. شوف والله العظيم انا ما نجمش اقول لك اي فما برشا مغالطات، انا ناكد لك اللي فما برشا مغالطات من الوزارة. اول شيء احنا كنا على اتفاق وعملنا يعني الكثير من الجلسات مع الناس المسؤولين في الوزارة، واتفقنا على النقاط عديد النقاط، واعطينا راينا في كذا نقطة في كذا نقطة في كذا نقطة، وقالوا سنأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط وباش نحطوها ونوثقوها في كراس الشروط الجديدة. ما رعنا إلا أنهم انفردوا بالرأي متاحهم دون استشارتنا، وهذا مش معقول لأن إحنا أهل الاختصاص وإحنا اللي قاعدين معنيها موكلين بمهمة تربية الأطفال، فمعنيها إحنا المختصين واللي نعرفوا نقاط الضعف ونقاط القوة في مجالنا وفي قطاعنا، في كيف ينفردون بالرأي؟ هذه مش مسموح وهذه ما يجيش، هذه ديكتاتورية، هذه ديكتاتورية وعمره لا تقصي، وفي إقصاء عمره لا تنجم تقصي أهل القطاع. مادام براينا ما نعرفش علاش فعلوا كان اللي معناها حبوه. واضح مادام أحلام، مدام أحلام كرايب، رغم اختلاف معناتها الرؤية فإنه متأكد أنه سيادتكم أنتم كرئيس غرفة الجهوية لرياض الأطفال بالقيروان وحتى الوزارة كوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، المصلحة العلوى كنتوا ديما تحطوها لك الصغيرات اللي أعمارهم صغيرة واللي موجودين في رياض الأطفال، ديما تقعد هذية اختلاف في الرؤية. الحقيقة سعيد جدا بحواري معك مدام أحلام كرايب رئيسة الغرفة الجهوية لرياض الأطفال بالقيروان حول الإجراءات الجديدة في كراس شروط رياض الأطفال والمحاضر. كانت هذه زوم سانتي بالنسبة لليوم. Zoom Santé.